أرثر في المغادرة نتاع سباق كأس الاتحاد الافريقي بالنسبة للأحباء نتاع النادي الافريقي وحتى يمكن للهيئة نتاع النادي الافريقي، انه النادي الافريقي عمل صعيب معناتها رجع في سكور وصل معناتها النادي الافريقي انتصر زوز صفر ومن بعد ضربات الجزاء اللي يظهر لي كانت فيها سوء حظ ولا فما حتى بعض معناتها ضربات الجزاء اللي ما كانش تنفيذ نتاعها كما يلزم، خاصة انه النادي الافريقي غادر سباق البطولة وسباق الكأس، معناتها كان الأمل الأخير بالنسبة للنادي الافريقي. ولا خلينا نكونوا واضحين ساعة، هو مش عندكم انتم ساعة، ولا هو الكاس هذا في حد ذاته مش تاع النادي الافريقي، حتى كان يهزوا النادي الافريقي، النادي الافريقي اللي دخل اول رابط ابطال، يعني النادي الافريقي مش نتاع كاس الكاف، هو ما يقعد لقب قاري ما يعدي في وقته النادي الافريقي به الكاس، حتى كان يعدي في وقته يحضر في روحه للمواعيد الحاسمه المواعيد اللي تليق به النادي الافريقي. ان شاء الله ان شاء الله هذه الاولى والاخرى في المسابقه هذه، ان شاء الله النادي الافريقي الرجوع القادم يكون يعني من المسابقه اللي تليق به، هذه اللي كان حتى النادي الافريقي يعني انخرط فيها تو السنين هذوما الكل، والجماهير النادي الافريقي كلها تعرف وكلها تعلم اللي ماهوش من قدره هذه المسابقه هذه، يعدي بها في الوقت، تقول لي اليوم وجعتكم صحيح نعديو بها في الوقت لكن توجع شويه، اما اللي المهم انه الامل موجود ان النادي الافريقي باش يرجع للمسابقه اللي تليق به، المسابقه نتاعو اللي توجد باش يكون كان فيها هي كهوا، كما ما نراوش في اوروبا احنا الفرق الكبرى برشلونه في كاس الاتحاد الاوروبي، زاد في تونس زاد تو من منافس صاعد من يرجع النادي الافريقي، هذا هو المدار نحكيو فيه الطبيعي انه يعني ما يكون يشارك كان في الكاس في انا رابطه الابطال، هذه هي اللي تليق بسمعته والناس الكل تعرف راهو احباء النادي الافريقي وحتى ما همش احباء النادي الافريقي يعرفوا اللي النادي الافريقي مش موجود في المسابقه هذه، يعني وضع غير طبيعي، ان شاء الله يرجع لوضعه الطبيعي النادي الافريقي ويرجع مسابقه الابطال هذه ما تغيرنا وقتها تغيرنا.